اليوم الرابع في تحدي سلسلة الطريق 2 مليون، بدينا ندخل في آلاف المشتركين، هل يمدينا نلحق على 2 مليون؟ خلينا نشوف ايش نسوي في اليوم الخامس. انا متوهق يا جماعه، ما عاد في افكار للشورت. الخطه اللي في بالي اني بحاول انشر في ستوري اليوتيوب والستوري انستغرام وسناب شات، فخلنا نشوف المتابعين وش الناس اللي يحبونه، فممكن اذا جبت شيء من الناس يحبونه راح يدعس اكثر ويجيب شهادات اكثر. خلوني اكون صريح معكم جدا، انا توهقت يا اخوان. اليوم الخامس في السلسله، انا قاعد اصور اليوم الخامس والان انا متوهق بالافكار. ابتكي بالجوال على الغلايه اللي ثاني. ننشر اول شورت لليوم. الشورت الاول اليوم بيكون جزء من اليوم الثاني. ترى على فكره لاحظت شيء، العناوين في الشورت مهمه جدا، لان الشورت ما فيه ثمنيل، لازم تركز على العنوان يكون كذا يلفت ويجذب، ما يكون مره طويل. كتبت انا بدايه الخير قطره، حطيت ايموجي قطره. احسني فنان وانا كاتب. كرييتيف. نزلنا، بسم الله الرحمن الرحيم، طلقنا في اول شورت لهذا اليوم. الشورت الثاني انا عندي فكره ان نستخدم شات جي تي بي، جي بي تي، لكن ما اعرف استخدم الحين، بيلي اتعلم عليه واحثبر واحاول اعرفه بعدين اسوي عنه شورت. بسم الله. اوكي، تعلمنا على شات جي تي بي وسالناه سؤال خطير جدا، قلنا لك كيف نجيب 375 الف مشترك في يومين بس. فبنسوي شورت عن هذا الشات. الشات هذا هو ذكاء اصطناعي، تساله اي شيء، تبغى اي معلومه في الحياه، ذكاء اصطناعي يعني كذا يعطيك الطريقه حقتها. صح على فكره، ترى فكره شات جي بي تي، شكرا ثمنس، هذه قناته يا جماعه، روح الزوراء يقول له شكرا على الفكره، اعطاني الفكره واعطاني الاكونت حقي عشان اجرب الشات. خليني بكتب انا باقي يومين بالتحدي وانا متوهق. اوكي لحظه، هذه لقيتها حلو. هل الذكاء الاصطناعي ذكي لدرجه انه يحل اي مشكله؟ خلونا نشوف. هل الذكاء الاصطناعي يحل اي مشكله؟ وهذا الشيء يخلينا نرجع لنفس السؤال. الحين نحط هل الذكاء الاصطناعي عشان تصير لوبينج. اوكي؟ اوكي. خلصنا الشرط الاول في تسجيل اليوم هذا. بسم الله. ما صورت الكام! يا ربي! هل الذكاء الاصطناعي يحل كل شيء؟ قاعد اسجل طول هالوقت والكام محطوط على جنب، مو بالكام اللي قدام، اقسم بالله اني وصلت مرحلة فهاوة من هالسلسلة يا اخوان، ان مخي طول الوقت يشتغل، صرت فاهي، صرت افكر في الفيديو الجاي، الفيديو اللي بعده، في المتجر الملابس، في، اقسم بالله وصلت مرحلة جهد غير طبيعية. اليوم خامس هذا احس اني باصطدم في جدار، هذا اني موعد الشباب عشان اروح عندنا اجتماع. راسي صدع. هل الذكاء الاصطناعي يقدر يحل اي مشكله؟ انا عندي مشكله كبيره، خلينا نشوف يحلها ولا لا. سؤال حقنا بقول له كيف اوصل 375 الف مشترك في اليوتيوب في يومين؟ بديت اتحطم صدق، بديت اقول ابي السلسله تخلص ابي ارتاح شوي. الحين عندنا فكره، نحتاج فكره استاذ. انا عندي هنا افكار. لا حبيبي، انا اخذت من الفكره من حقين سناب، صورت سناب في ستوري ويوتيوب. اعطوك افكار؟ ايه، خليني اشرح لكم الفكره. فكره بسيطه جدا. ايوه. عندنا علبه مويه نملا الى اخر، بعدين كل واحد مننا له دور يصب العلبه شوي. لعبه وزنيه. وزنيه بس. أوكي. اللي اذا نقط الكاس ايش يصير؟ اها، الليمونه. لا تكفى والله، لا قوي البصر ويرفع يطولك شوي، قوي النظر. طولني انا بيه. فكرة التحدي كوب. وش فكرة التحدي؟ شلون نقوله؟ الكوب عوض. دبر نفسك، روح 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 روح، كل دق سوي ذاك اليوم يهاوشني. ايوه أوكي. دبر نفسك. فكرة اللعبة، اللي ينقط برا الكاس راح يخسر. بسم الله مشينا. اي طبيعي. بسم الله، ايش سالفة؟ وش فيك انت الحين؟ ما ادري. ايش فيك انت؟ طيب بسم الله، الدر عند بودي، يلا بودي. تفضل دورك. طيب ايش العقاب؟ طيب تاكل هالليمونة اللي في لا تكفى صدق. نعم تاكل الليمونة هذه كلها. ليسا وخسر بودي، خسر والله. ما كف. طب من هنا والله ما كف. تفضل. ايوه والله اني ما صبيت، طرف الكوب، طرف الكوب. خلاص بس سمحتك، خلاص سمحتك والله خلاص. وانا الحين مفتش، باقي شورت ثالث. يبي شورت. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، الشورت هذا إيه؟ انا بقول اسم حلوين وفي حكم برا لازم يعطيني اسم باخر حرف. خلال ثانيه واحده. لا 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 لا، في ترند حلو جاء صاير في التيك توك، في لعبه من الف الى الياء. الف ابدا سالفه، ابدا سالفه بحرف الياء وانت كمل باء ابدا سالفه. دمك نضرب على راسه. شو نضرب على راسه؟ لا لا حبيبي بتصفقني انت، كل توك مخليني اكل ليمون. شوف خبيث. تحدي حروف من الف الياء مع بودي. وش ابدا؟ حرف شو؟ الف. ابجي شوي المكتب. شو؟
هذا قلب تيس يا اخي ترى لا حكم يلخبط مي بالابدا باب غلط مو باخر حرف لا جديه اجين اجين من البدايه اجين من البدايه يلا احمد بيجي بيجي هو بلوري تمرني طيب عشان نروح شغل ثيابي خايسه فبروح اغسلها وبعدين اجي جميله ترى ملابسك ما يحتاج حاولت اني امشي فيها بس خلاقيني وسخه يا سلام عليكم كلكم حلوين اعطوني اشتراكات لا بالله سواليفنا ما تسمع بس فيها ضحك اللي بيشوفها بسرعه 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 كيف تزيد ضحك قصدك ايش رايكم انتم فكره حلوه حلوه ياسين الحين انا وفيصل فيصل يساعدني في المحتوى اليوم هو يوم 5 بندخل على يوم 6 في يوم 6 عشان نقدر نترتب اكثر ونطلع محتوى اقوى فبنكتب سيناريو لبكره اول ما اصحى ايش اسوي ثاني شيء بعدين ايش اسوي عشان اكون كاتبها بطريقه ممتازه خلينا نقرا تعليقات حبيت الفيديوهات وفي تطور ملحوظ الحمد لله والله صدق التعليقات هاي ترى تثلج الصدر تعلمنا ان قاعدين يعني نؤدي اداء كويس وتطور على قولتهم ملحوظ هذا واحد يقول مشترك جديد عرفتك من هالسلسله وتحمست معاك وجالس اتفرج على الشورتس حقك بالخمس مرات وفوق باذن الله هتوصل هدفك الغالي شكرا ميونس اول مره يعني احس اني حققت الانجاز اي مشترك جديد ترى اكتب لنا تعليقاتك خلينا نقرا ونعرف اسمك وتعرف عليك بعد وترى المشتركين جدد ترى في مقاطع قديمه جامده ارجع شوفوها مقاطع اللي عن الكوره تجيب اشتراكات يعني ميسي رونالدو تجيب يمكن 500 مشترك اذا جاء فوق 10000 مشاهده اتفق معك في نظريه اسمها عكس الحقيقه هو مثلا في شيء معروف يعني خلينا نقول معروف الانسان بدون اكل بيموت صح ولا لا ندخل على الناس كذا نلعب على الفضول حقهم نقول الانسان يقدر يعيش بدون ما ياكل الناس كذا اللي ها شلون يقدر الانسان يعيش بدون ما ياكل فهو عكس الحقيقه فنجذبهم هذا الطريقه نقدر نسويها يعني الحين مثلا ميسي الافضل الملك ما ادري ايش ولا صح نعطيهم نقول ان رونالدو افضل من ميسي وكذا نعطيهم نقاط اللي رونالدو افضل منهم الناس كذا لا هذا بيجوا يتهاوشون فالهواش هذا اللي بيصير احنا بنستفيد منه ننصف ميسي وشورت ننصف رونالدو خلينا نشوف ايش بيصير من اللي بيجيب اكثر اشتراكات طيب خلينا نكمل التعليقات خل بدال 3 شورت خلها 6 تقدر نحن معك انا عندي فكره وش رايك انك تروح مطعم وتقيم الاكل وتخليه شورت مثلا بطله والله حلوه تروح؟ انا جاي الحين خل نروح نسوي شورت في مطعم بالك ما ادري بس بروح اجرب شورت خلاص هذه بسويها بعد شوي بروح تبي تعشى معي بيجي اخوي خلاص بسوي حال بروح اتعشى انا وبسويها تذكر اخوان مهما جبنا مشتركين انا مبسوط من الاداء مبسوط من التفاعل اللي قاعدين تسوونه معي صدق اقسم بالله مبسوط من الحماس اللي اشوف الناس اللي قاعد ينشر اللي قاعد يشترك اللي قاعد يعلق اقسم بالله الحماس هذا يثلج الصدر لو ما وصلت الرقم اللي احنا حاطينه حتى لو والله ما وصلت ربعه انا يعني على قولتهم مبسوط بفرحه وحماس الناس معي صدق تجربه لو اعيد ألف مره بسويها لانها ممتعه وورتني حب المتابعين لي اكثر بس شرطات اليوم هي بداية الخير قطرة وخليت الذكاء الاصطناعي يحل مشكلتي الآن نزله بسم الله الرحمن الرحيم نحط بابلك على بركة الله باقي شورت اللي صورنا اليوم اللي مع تحدي معبودي واحد من التحديات اللي اليوم نخليها بكرة ولا النزلة لأن الساعة 11 خلاص توقع الناس بينامون خصوصا ان اليوم احد بكرة دوامات فانا افضل ان خلاص ثلاث شورتات بداية الخير قطرة وخليت الذكاء الاصطناعي يحل مشكلتي والاخيرة اللي هو تحدي قطرات الموية ننتظر كذا نص ساعة بعدين ننشر التحدي الثاني ما عاد صرت اجمع والله يا ربي انتهى يومنا هذا خلصنا الشورت وخلصنا كل شيء انا حاليا بطلع من المكتب لكن قبل ما اطلع من المكتب باقي الشورت الاخير ابرفعه لاني لي ساعه تقريبا جالس هنا اضبط الكيبورد قاعد احاول ابحث كيف الاشياء تنتشر يعني مثلا في التيك توك في هاشتاجات تشهر تيك توك عندهم ففي اليوتيوب قاعد اشوف لازم تعدل الكيبورد الكلمات المفتاحيه هذه مهمه فقاعد اعدل على كل الشورتات القديمه اعدل كلمات مفتاحيه عشان تنتشر اكثر فجالس اخلصها الحين ومنها نخلص الشورت الأخير بينا نحط العنوان اللي هو لعبة القطرات الموية أوكي خلصنا حطينا كل شيء وقاعد نراجع التيك توكات كاملة باقي آخر التيك توكات أنا ليش والله اليوم أنا مضيع مرة آخر شورت بنزله اليوم اللي هو تحدي الموية اللي قطرات الموية اللي لعبناها اليوم أنا وبودي بسم الله الرحمن الرحيم خل نزله بابليك سيف نزلنا أوكي بسم الله الرحمن الرحيم هذا آخر شورت اليوم نطفي المكتب ونخلص أمور ونروح ناكل انا ميت جوع من صحيت ما اكلت اخذت قهوه الان ما اكلت يلا على اذنكم وصلت عند مطعم اللي هو شورت حق اليوم اوكي بيكون بوفيه الطفوله اسف مو شورت اليوم شورت اليوم اللي دخلناه يوم 6 بوفيه الطفوله هو اسمها محاره البحر بنصور الشورت هنا وبنحاول نسوي كذا شورت كذا زي ذكريات نجرب الطعم حق الطفوله والان عرفتوا بنجرب بوفيه الطفوله مع بعض مشينا اسم البوفية محارة البحر عندهم المشهورة فيها الزنجر الوجبة المشهورة عندهم راب زنجر
خلونا نذوقها. طيب عطني واحد راب زنجر، واحد راب زنجر ميني. سر اللذاذة صوص الرانش. دم صوص الرانش. لذيذة. شوية بطاطس. كاتشب على جنب. يا سلام. هينا السر. الرانش هو السر. ومع البيبسي دايت. اسمع الصوت. يا سلام. بعد التجربة انا اعطيها 10 من 10. ذكرتني بالماضي. خصوصا الصوص. كده خلصت النهاية. قيمت. صورت الاكل. باقي ارفعها للإديتر وهذا. الحين نروح البيت. وصلنا لنهاية اليوم وهو وقت الإحصائيات. خلونا نشوف الإحصائيات مع بعض، نقول إن شاء الله إن في تطور. يا رب يا كريم، بدينا نقرب اليوم الخامس، انتهي السلسلة. خلونا ندخل على المشاهدات والمشتركين، بعدين نروح للإحصائيات اللي كل الناس تبيها، الفلوس. بداية الرحلة كانت 1 فبراير 123,000، زدنا 100,000 في اليوم الثاني، 223,000 في اليوم الثالث، 312,000، قاعدين نزيد 100 150. اليوم الرابع زدنا وصرنا قريب 500,000. اليوم اللي قبله كان 312، اليوم اللي بعده 490، معناها الزيادة 200,000. الزيادة الأخيرة وهي اليوم 635,000 مشاهدة. رقم في ناس يقعدون شهر كامل عشان يجيبونه، احنا جبناه في يوم واحد. يقلع والقو يا شيخ. نروح للمشتركين. بسم الله، خلونا نشوف زيادة المشتركين، وأنا كأني أشوف سهم منطلق فوق. أول يوم 240 مشترك، ثاني يوم 389 مشترك، ثالث يوم 1446 مشترك، ورابع يوم 1554 مشترك، وأشوف السهم قاعدين يطفق. اليوم هو 1824 مشترك، معناها كل يوم قاعدين نزيد في عدد المشتركين ونزيد من توتال المشتركين كله. يعني لو نستمر على كذا شهر 2 مليون ما بعد الإيزي، مو بس إيزي، إيزي مرة 2 مليون لو نستمر كذا. لكن ما بقى في الوقت إلا يومين، بكرة وبعده، وإن شاء الله إن شاء الله إن في شيء يفاجئنا. أنا ما أدري إيش كذا، في إحساس داخلي إن في مفاجأة في اليوم السادس أو السابع بتصير بإذن الله. لكن مجملا زدنا تقريبا حدود 5000 مشترك، يعني في اخطاء بخطيتها بداية وقعدنا نصححها، فمعناها قاعدين نشتغل صح. خلونا نشوف احصائيات الشورت اللي طلعناها لهذا اليوم، او لهذا اليوم لهذا الاسبوع كله. جبنا 1,700,000 مشاهدة في الشورت، رقم يروع والله، رقم يروع. دخلها كان 9.64 سنت، 9 دولار 64 سنت. كنت متوقع قبل لا ينزلون التحديث انها بتكون قليله، لكن ما كنت متوقع انها تصير قليله لهالدرجه. ولكن اتفاق اتفاق، بعد نهايه اسبوع بنخليها نص لكم ونص نتبرع فيها مهما كان المبلغ. وما ننسى لو فزنا وجبنا التحدي 30,000 من بودي واحمد جلوري، غير 4 هديات حقت روب، غير تحدي اللي عشان ريكو، خلونا نركز على هدف ونوصلها باذن الله. يعطيكم العافيه، شكرا لكم على المتابعه، لا تنسوا تذكرون اخوياكم بالاشتراك. مع الله. أماني حلوة حلوة.